تهتم معظم دول العالم بدراسة السكان، وتعد دراسة السكان أحد فروع الجغرافيا البشرية. مناطق اتصال، مناطق ساحلية، مناطق استخراج معادن صناعية أولية. هيأ الله سبحانه وتعالى لكل كائن حي أماكن يعيش عليها فوق سطح الأرض، وهذه الأماكن تسمى البيئات. التضاريس، المياه ساحلية، انكسارية، البحر، البحيرة، النبات، الحياة الحيوانية. أهم استخدامات الخارطة: معرفة الطرق البرية والبحرية والجوية. عرفنا من خلال المفتاح أن الخارطة تتحدث عن تضاريس الوطن العربي. هذا البرنامج تشاهدونه حصرياً على قناة الخرج التعليمية.